أنا بس يمكن أعطي بريف صغير على ما قامت فيه وزارة الدولة شؤون الشباب، أن حرصت وزارة الدولة شؤون الشباب على إطلاق جائزة التميز والإبداع المرحلة الرابعة، وراح تكون إن شاء الله هذه المناسبة الجميلة في نفس التاريخ 13/3، وهي طبعا تأتي من إطار استراتيجي الوزارة لتهدف على إعداد جيل من الشباب متمسك ومرتقي بالقيم الوطنية وشريك في التنمية المستدامة من خلال المخرجات التي تعزز ثقافة الإبداع والحس الفني الجمالي للشباب الكويتي. طبعا من هنا كانت قيمتها معنوية قبل أن تكون مادية، فهي تأتي برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه، ويتم تكريم الفائزين بها بحضور سموه بعد الإعلان عنهم، وهي ذات قيمة مادية تبلغ 100,000 دينار كويتي موزعة على 10 مجالات مختلفة، بواقع 10,000 دينار يعلن عنها في للفائز الأول من الشباب الكويتي المتميز والمبدع. هذا بالإضافة أن سعت وزارة الدولة شؤون الشباب إلى إعداد السياسة الوطنية للشباب، والذي تعتبر من أهم المشاريع مكتب وزير الدولة شؤون الشباب، كون الدستور الذي ستعمل من خلاله جميع وزارات الدولة لتنمية وتمكين الشباب. السياسة الوطنية للشباب باختصار هو مجمل السياسات المتعلقة بالشباب في الدولة، وتهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة المختلفة في القطاع الحكومي والخاص والمدني، كي تعمل بتناغم للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة. جاءت هذه السياسة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المتكررة بضرورة الاهتمام بالشباب، وفي إطار الخطة الموضوعية لتحقيق رؤية الكويت 2035، فهي تغطي مجالات عمل متعددة كالتعليم والصحة والعمل والصحة والأمن والثقافة والمجتمع لمشاركة للشباب. فقد عكفت الوزارة على هذا المشروع لعامين اثنين من أجل إخراجه لحيز الوجود، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء المؤقت. تم خلالها إجراء مسح للخدمات المقدمة للشباب في البلاد، ومراجعة الميزانيات المرصودة لهم من قبل المؤسسات الحكومية، وكذلك مراجعة جميع التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهم، بهدف تجهيز الأرضية المناسبة والتغلب على جميع الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ هذه السياسات. هذا بالإضافة إلى إجراء مسحين للاستطلاع آراء الشباب وأولياء الأمور للوقوف على توجيهاتهم بخصوص هذه السياسة، حتى تكون معبرة عن طموحاتهم، فهي موجهة لهم بالدرجة الأولى. طبعا أود أن أشكر جميع الجهات الحكومية والخاصة الذي تعاونوا معنا.